الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. تمكنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة من إحباط محاولة لتهريب كميات من الحنطة الأسترالية من إحدى القبابة التابعة لسايلو خانضاري بمنطقة أبو غريب في بغداد. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن فريقها تحرى عن معلومات تفيد بمحاولة سرقة كميات من الحنطة الأسترالية والموجودة في أحدى القباب الخزنية في سايلو خانضاري التابعة لشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، وبتعاون وتواطؤ بين عدد من مسؤولي الشركة. وأوضحت الدائرة أن الفريق توصل إلى وجود كميات من الحنطة الأسترالية غير المسجلة في السجلات عبر التلاعب في خلط نسبة الحنطة الأسترالية في السايلو. قالت شركة تسويق النفط العراقي سومو إن كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن في شهر أيار الماضي وصلت إلى نحو 257 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن شحنات النفط العراقي للأردن والتي تنقل براً عبر الشاحنات بلغت يومياً معدل 8000 برميل. وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق عن حاجتها لشراء خدمة نقل النفط العراقي الخام حسب مواصفات وشروط محددة، بحيث حددت آخر شهر أيار موعداً لانتهاء بيع نسخة دعوة العطاء. جنت ولاية ملاطيا جنوب شرق تركيا 169 مليون و552 ألف دولار من صادرات المشمش المجفف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وقالت بورصة ملاطيا التجارية إن صادرات ولاية ملاطيا من المشمش المجفف وصلت إلى 110 دول في مقدمتها الولايات المتحدة بين كانون الثاني وشهر أيار عام 2023. وصدرت ملاطيا خلال المدة المذكورة 31,115 طن من المشمش المجفف بقيمة بلغت 169 مليون دولار. قال أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 1.3 أو من 3.1% عام 2022 إلى 2.1% عام 2023. وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. تراجعت أسعار النفط حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على تراجع وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيض الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 0.3% إلى 76 دولاراً فاصلة 74 سنتاً، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 72 دولاراً و32 سنتاً للبرميل. واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.